افتتح بولاية صلالة معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته الرابعة الذي تنظمه جمعية الصداقة العمانية البحرينية. نعم، جاء ذلك بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان وسفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، ويستمر لعشرة أيام. تم افتتاح المعرض برعاية سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وقال سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان إن تنظيم النسخة الرابعة من هذا المعرض يأتي استمرارا للنجاحات التي حققها معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخه الثلاث السابقة، ليؤكد على دور رواد الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات في البلدين الشقيقين. يشارك في المعرض الذي يقام بالمجمع التجاري صلالة جراند نحو 34 من رواد الأعمال العمانيين والبحرينيين بهدف دعمهم للإسهام في توفير فرص عمل وزيادة زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات بين الجانبين من خلال المعارض في المجالات المختلفة. أنا طبعا مو بغريب على هذه المعرض، لأن أحضره ويكون تحت رعايتي أحيانا في مملكة البحرين، ولكن اليوم يعني عشته يعني مختلف في نوعه وكمه، والتقيت برجالات الحقيقة أسعدني لقائهم، رجالات يعني محافظة ظفار، وأتمنى الحقيقة أتمنى أن هذا المعرض يستمر ويطور من خلال ما شاهدته. والحقيقة ودي أني يعني أشكر أخواني يعني العمانيين على عطائهم انطلاقا من العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والتجارة وأيضا سياحة المعارض. طبعا هذه العلاقات علاقات تاريخية بين البلدين، علاقات راسخة، تشهد هذه العلاقات نمو وازدهار في ظل التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين. طبعا هذا المعرض ينظم بالتنسيق مع جمعية الصداقة العمانية البحرينية وأيضا غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار. سوف يشارك بإذن الله تعالى في هذا المعرض 34 عارض من رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين. معرض المنتجات العمانية البحرينية بنسخته الرابعة جاء بتنظيم من جمعية الصداقة العمانية البحرينية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين في سلطنة عمان. الهدف من إقامة هذا المعرض تحديدا في محافظة ظفار في صلالة لتعزيز سياحة المعارض ودعوة السواح الخليجيين لحضور هذا الموسم الاستثنائي في سلطنة عمان. المعرض العماني البحريني أتى لعرض المنتجات العمانية والبحرينية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة لعرضها في موسم خريف ظفار، وكذلك للترويج لها في السياحة القادمين إلى المحافظة في هذا الموسم.